بيان خطر الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور ويستبيحون دماء المسلمين. الخوارج شرهم عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتالهم، وثبت عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية في الصحيحين: لأقتلنهم قتل ثمود، بل إن علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه قال لمن كان معه ممن قاتل الخوارج، قال: لولا أن تبطروا لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما وعد الله عز وجل من يقتلونهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لولا أن تبطروا، كما في صحيح مسلم وهو عند ابن ماجه أيضا. ولذلك قال السندي رحمه الله: لولا أن تبطروا، على وزن تفرحوا، لفظا ومعنى، يعني لولا أن تفرحوا بعظم الثواب لأخبرتكم، لكن لم أخبركم من أجل ماذا؟ من أجل ألا يؤدي بكم هذا الفرح بالثواب إلى ترك العمل وإلى الطغيان.